بطبيعه الحال المقابله ما كانتش سهله قدام فريق اللي توا كان كيبحث على نتيجه ايجابيه باش يخرج من النتائج السلبيه الاخيره. يمكن اكثر من 5 أو 6 مباريات ما انتصرش، فكان مزوم عليه انه باش يحقق نتيجه ايجابيه لليوم. احنا كما قلت لك الحمد لله بعد انتصار ديالنا في بركان المعنويات ديال اللاعبين ارتفعت، لان قبل من المباراه ديال بركان فاحنا كنا دخلنا في هذيك الدوامه ديال النتائج السلبيه، ولكن الحمد لله هذه المباراه ديال بركان وانتصار ديالنا اليوم ضد الدفاع الحسني الجديد فغيعطينا واحد شحنه كبيره وغيعطينا واحد المعنويات مرتفعه ويخلينا نشتغلوا بارتياح. بطبيعه الحال الشكر الكبير للاعبين اللي قدموا واحد مستوى جيد يعني في المباراتين الاخيرتين. كما قلت لك رغم بزاف ديال العوامل كنفتقدوا ملعب ديال التدريب، مشكورين الناس ديال ملعب مولاي رشيد اللي كان نديروا فيه التدريب في الاونه الاخيره. حنا فارق قلنا في اللوب باننا غادي نلعبوا على المانتيا، حنا قراب ان شاء الله، ولكن ما عندناش التفكير ديالنا بان كاين اللي كيقول بان مازال خاصنا 3 نقاط اننا باش نضمنوا البقاء في القسم الوطني الاول، ولكن هذه بالنسبه لينا فكره خاطئه. مازال 8 المباريات تقدر تقلب على 3 نقاط وتقدر ما تاخذ حتى نقطه. ان شاء الله الانتصار ديال اليوم يخلينا كما قلت لك نشتغلوا بارتياح ونحاولوا ان شاء الله في 8 المباريات اننا نحققوا نتائج ايجابيه اخرى ان شاء الله. شوف انا دزت لاعب كذلك ما كنكروش الخدمه الكبيره اللي دار الكوتش زكريا عبوب، توقع بواحد العمل كبير. الحمد لله يعني اللاعبين مشكورين على الكلمه في حق الكوتش ديالهم، ولكن كما قلت لك انا دزت لاعب كنفهم حتى انا العقليه ديال اللاعبين. فالحمد لله كما قلت لك مشكورين على المجهود اللي قدموا في هذه المباراه الاخيرتين، رغم ان رغم العياء لعبنا في بركان كان السفر دخلنا حتى الاربع في الصباح كتعرف دابا الاجواء ديال رمضان، ولكن كان شويه لافاتيك اليوم، ولكن الحمد لله كان مهم بالنسبه لنا هو الانتصار وهذا الشيء اللي كنا كنتمناه والحمد لله وتحقق لنا. شكرا.